بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نواصل شابتر 3 لكتشر 3-5. في عندنا 2 problem اللي هي 3-2 and 3-3. في عندنا force 700 نيوتن موجودة هنا، يطلب منك تعطيه المومنت about point B، المومنت حوالين النقطة B. إذن يلزمك هذه ال RAB تضربها بالforce هنا يعطيك المومنت. إذن زي ما قلنا المومنت حوالين النقطة B يساوي RAB مضروبة في الـ F، RAB مضروبة في الـ F. لكن هذه لاحظ، أولاً حنجيب الـ RAB، أولاً حنحط هنا المرجع تبعنا الـ Y وهذا الـ X axis. إذن هذه الـ R الـ A هنا موجودة في إيش؟ الـ X axis تبعها في الاتجاه السالب، الاتجاه السالب. إذن minus 0.2، لكن الـ Y axis تبعها في اتجاه الموجب للواي اكسس ويساوي 0.16 في الجي. اما بالنسبه للفورس اف فودنا نجزئها الى مركبتين. هذه المركبه الاولى اللي هي في الاكس اكسس، لاحظ نحن نعرف الزاويه هذه 60 موجوده عندنا، وهذا هو المجاور لها. اذا كوساين 60 في الاي اللي هي الاكس اكسس، والساين 60 اللي هي في الواي اكسس. اذا هذه هي مركبات الفورس اف. المومنت المطلوب منا نضرب الاثنين في بعض بنفس الطريقة اللي شفنا في الكروس برودكت أو الفكتور برودكت، يعطيني أنه المومنت تكون سالبة هنا، اللي هي لاحظ هنا المومنت باتجاه عقارب الساعة. في هذه البروبلم الثانية في عندنا هذا الريكتانجولار سبورتد، يعني مثبت عند البراكتس A والبي، البراكتس A والبي، وعن طريق السلك اللي هو لاحظ هنا السي دي. يقول لك ان التنشن في التنشن في هذا الحبل او السلك انها تساوي 200 نيوتن. المطلوب منك هو المومنت حوالين النقطه A، المومنت تبع هذا الفورس في هذا الشد سلك. المومنت يساوي ال RAC، هذه المسافه هي اللي تبعدها عن النقطه A، وهذه هي الفورس عندي. لكن لاحظ هنا هذه الفورس لها ثلاث مركبات. اولا بدنا نجيب ال RCA تساوي المتجه AC، طبعا ناخذ C ونقصها من الـ A تعطينا ما فيه J هنا لأنها 0 0. لاحظ إذا عندي المتجه اللي هو RCA. بالنسبة للفورس في عندي الطويلة تبعها أعطاها لي اللي هي 200 نيوتن، لكن المتجه الوحدة تبعها هو CD، هي موجودة على CD، المتجه CD. قداش المتجه سي دي؟ ناخذ دي ونقصها من السي يعطينا، ناخذ الطويله تبع هذا اللي هي الجذر التربيعي تبع هذا تربيع زائد هذا تربيع زائد هذا تربيع، حيجينا 0.5. نضرب الجميع في 200 يعطينا هذه هي قيمه الفكتور اف. والمومنت ما دامت عندي الار وعندي الاف نضرب الاثنين في بعض يعطيني هذه القيمه. حبيت بطريقة المتجهات مباشرة أو حبيت بطريقة المصفوفة هنا تسوي أي واحدة فيهم. لاحظ هنا أنه في ثلاث مركبات للمومنت، المومنت هنا ما لها مركبة واحدة، لها ثلاث مركبات زي ما هو موضح عندك هنا في الفيجر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.